بجهود فردية أسس بعض الأطباء مفرزة طبية تحمل اسم طبابة جبل أحد في ساحة التحرير بالقرب من المطعم التركي، وجهزوها بمختلف مستلزمات الإسعافات الأولية لتقديم العلاج العاجل والضروري الذي يبقي المصاب على قيد الحياة قبل نقله إلى أقرب مستشفى. فظهرنا في تشكيل طبابة جبل أحد، هنا ثاني طبابة، هي أول طبابة على الجبل، ثاني طبابة بالتحرير. الجهود في بادئ الأمر كانت شخصية، يعني على شخصيتين أنا وحضرة شخص معي كوننا الطبابة، لكن في الآونة الأخيرة بعد من العراقيين الشرفاء، يعني بنسبة العلاج ما تتجاوز يعني 120 ألف دينار عراقي، مشاركتهم مشاركات بسيطة، والحمد لله نجحت الطبابة ولله الحمد. يومياً يصل العديد من المصابين بالرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع الذي تطلقه عليهم القوات الحكومية والميليشيات إلى المفرزة الطبية، ما يتطلب وجود أدوية ومعدات للإسعافات الأولية وأجهزة التنفس التي تتطلب هي بدورها وجود دعم مالي مستمر لإدامة تقديم الخدمات الطبية. أنا من الناس اللي بعت سيارتي، هذا صديقي أما جمع أمواله، صرنا بال يعني تكون الطبابة في بادئ الأمر من 10 ملايين دينار عراقي، فكوننا من سديات من أجهزة أعطاء. بعدين الحمد لله أجوا ناس يعني عراقيين شرفاء دعمونا مثلاً بأجهزة الأكسجين، يعني أكثر شيء الاختراق، وسديات يعني أدوية بسيطة، ما أي جهة ما تدعمنا. وعلى قدم وساق يواصل أعضاء المفارز الطبية بمعاطفهم البيضاء، ومنهم من يرتدي الخوذ تجنباً لأي رصاصة أو قنبلة غاز تخترق جماجمهم، يواصلون العمل على إسعاف وعلاج الجرحى والمصابين الذين يعودون مجدداً إلى الساحة وجبل أحد، وذلك بعد لحظات من تلقيهم العلاج ليواصلوا اعتصامهم المفتوح حتى إسقاط النظام في إصرار لا يقف أمامه أكبر جرح أو إصابة.